تم تأسيس هذا الفضاء رواق ضفاف سنة 2016، ومن منذ هذا التاريخ وحنا كنقدموا فنانين من مختلف بلدان العالم، فرنسا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى. الهدف من هذا الرواق هو التعريف بإبداعات هذا الفنانين المقيمين بالخارج. وهذه المرة هذا المعرض كنستقبلوا الفنان أمين أسلمان اللي كيقدم لنا طريقة جديدة للتعامل مع الزليج كدعامة للفن المعاصر. هذا معرض ديالي، اول معرض في المغرب ديالي بوحدي، فغنوري فيه 10 سنين ديال الخدمه على الزليج، كيفاش قدرت نطوره، كيفاش قدرت نرجع موسيقى، نرجع حتى الزليج، كيفاش اخترعت واحد لا ميثود باش نديفلوبي لي فورم جيومتريك ونحولهم حتى هما للزليج. يعني كاين واحد بزاف الاعمال غاديه في نفس النطاق ولكن متنوعه. تاريخ الزليج ما معروفش بزاف، لان يعني فيه لي زانفليونس ديال موزايك رومان، ديال الميزوبوتامي، الزليج ديال ايران، يعني والزليج المغربي. يعني اول زليج اللي كنعرفو دابا كاين ديال المسجد الكتبيه، ومن بعد تطور في المغرب، تطور في الاسبان، ولكن دابا البلد الوحيد اللي خدام فيه وباقي شاد فيه هو المغرب، دونك زليج ديما غيبقى ديال المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.